بسم الله الرحمن الرحيم. من موقع شروق الإسلام نحييكم ونقدم لكم صورا من حياة الصحابيات. أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنهما الصوامة القوامة. لم يشهد بدرا من بني سهم غير رجل واحد هو الصحابي الجليل خنيس ابن حذافة ابن قيس ابن عدي السهمي القرشي، وكان من أصحاب الهجرتين. هاجر إلى الحبشة مع المهاجرين الأولين إليها، ثم إلى المدينة وشهد أحدا، ثم مات بعدها في نار الهجرة من جراحة أصابته في أحد. وترك من ورائه أرملته حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وتألم عمر لابنته الشابة التي ترملت في 18 من عمرها، وأوجعه أن يلمح الترمل يغتال شبابها ويمتص حيويتها ويخنق صباها. وبدأ يشعر بانقباض أليم كلما دخل بيته ورأى ابنته في حزنها، فبدا له بعد تفكير طويل أن يختار لها زوجا قد تأنس إلى صحبته، فعرضها على أبي بكر رضي الله عنه فلم يجبه بشيء، وعرضها على عثمان فقال: بدا لي ألا أتزوج اليوم. فوجد عليهما، أي وجد في قلبه حزنا على ردهما، وانكسر وشكى حاله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: يتزوج حفصة من هو خير من عثمان، ويتزوج عثمان من هي خير من حفصة. ثم خطبها فزوجه عمر. ولما زوجها عمر لقيه أبو بكر فاعتذر وقال: لا تجد علي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد ذكر حفصة، فلم أكن لأفشي سره، ولو تركها لتزوجتها. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة سنة 3 من الهجرة، وأصدقها 400 درهم. وكان ذلك أعظم إكرام ومنة وإحسان لحفصة وأبيها رضي الله عنهما. كانت حفصة تحظى بمكانة عالية بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت عنها عائشة رضي الله عنها: هي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ولئن كانت أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها ممن شهد له القاصي والداني بفضلها في العبادة والصلاح، فإنها لم تخل من بعض المشاعر البشرية التي تعتريها الغيرة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب بنت جحش ويمكث عندها، فتواطأت أنا وحفصة على أيتنا، دخل عليها فلتقل له: أكلت مغافير؟ إني أجد منك ريح مغافير. قال: لا، ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش فلن أعود له، وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلق حفصة تطليقة ثم راجعها بأمر من جبريل عليه السلام له بذلك، وقال: إنها صوامة قوامة، وهي زوجتك في الجنة. وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لزمت أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها، لزمت بيتها وأضحت إحدى مراجع العلم والفقه، وكانت مكان إكبار إجلال في عهد أبي بكر رضي الله عنه. ولقد كان لحفصة مع أبيها عمر رضي الله عنهما مواقف عظيمة تدل على زهدهما وعلى إعراضهما عن الدنيا إعراضا كاملا، وتشير إلى صفاء نفس كل منهما. ومن ذلك أن عمر دخل على حفصة ذات يوم فقدمت إليه مرقا باردا وخبزا، وصبت في المرق زيتا، فقال: أدماني في إناء واحد لا أذوقه حتى ألقى الله. وكانت حفصة رضي الله عنها ترى والدها وما هو عليه من شدة العيش، فقالت له يوما: يا أمير المؤمنين، لو لبست ثوبا ألين من ثوبك. فقال: سأخاصمك إلى نفسك.
أما تذكرين ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى من شدة العيش؟ فما زال يذكرها حتى أبكاها. وقد اختيرت حفصة رضي الله عنها من بين أمهات المؤمنين بعد انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى لتحفظ النسخة الخطية للقرآن الكريم، وذلك عندما أشار عمر على أبي بكر أن يبادر فيجمع ما تفرق من القرآن في صحف شتى قبل أن يبعد العهد بنزوله ويمضي حفظته الأولون، وقد استشهد منهم مئات في حروب الردة. فاستجاب أبو بكر رضي الله عنه وجمع المصحف الشريف وأودعه عند حفصة رضي الله عنها. وفي أواخر جماد الآخرة من السنة 13 للهجرة توفي أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وتولى بعده بعهد منه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وشهدت حفصة أمجاد أبيها ومآثره وفتوح الشام والعراق ومصر في عهده، إلى أن روعت وروع المسلمون كافة بالمقتل الفاجع لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه بطعنات من خنجر أبي لؤلؤة المجوسي في ذي الحجة سنة 23 من الهجرة. وترك أمر الخلافة للستة أصحاب الشورى من كبار الصحابة، فوليها أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. وفي عهده تم توحيد حرف المصحف ورسمه من المصحف المجموع المودع عند حفصة رضي الله عنها. وبعد مقتل ذي النورين عثمان رضي الله عنه في ذي الحجة سنة 35 من الهجرة، بويع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فأقامت حفصة رضي الله عنها بالمدينة عاكفة عن العبادة صوامة قوامة، إلى أن توفيت في عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه.